طالب محمد القطاوي وانا الدكتور احمد العدوان. دكتور الواسطة. الواسطة نشوف الواسطة بالسكتش. اليوم نحكي عن موضوع شوي سينسيتيف، مش شوي كثير، موضوع اخذناه من احد الدكاترة الافاضل. خلونا مع بعض نشوف السكتش ونرجع لكم. طبعا السكتش هذا بيهمني وبيهمك وبيهمك انت اللي بتصور وبيهمك يا محمد، واصلا وجودنا بالجامعات وثقافتنا. يا حاكو شو هالعلامات اللي بترفع الراس؟ شرح ونشرح لكم وكتابة نكتب لكم، ما بغينا نقدم استدعاء عشان تقروا. افرجها الله الامتحان الثاني يوم نسلم الوراق. دانيا مين سمع انك تحكي انت؟ 55 يا خبي. تفضلي ورقتك. شكرا. مروة كده يرحمك. كمان مش عارفة. لا نجحتي. فرح. محمد. محمد. تعال يا حبيبي تعال 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 تعال. وقف انا وقف انا. طايح بوقفها وقفها. داخل عزريبة. هي قاعة ولا كازينو؟ لا قاعة يا دكتور. ليش متأخر يا حبيبي؟ دكتور في كان مشكلة تحت. مشكلة شو؟ كان مشكلة تحت، مسكرين الباب، مسكرين الممر، مسكرين كل شيء تحت. طب وانت شو دخلك بالمشكلة؟ ما هو ما عرفتش اطلع من الناس انا دكتور. تطلع من الشباك؟ كيف اطلع من الشباك دكتور؟ قاعد تحكي معي وترد علي، قد ايه علامتك يا عمو؟ انا زبطت. شو اسمك خلينا نشوف؟ محمد قطاوي. رقمك؟ 50. 50. تأكد انك زبطت؟ ثلاث. دكتور كيف ثلاث؟ ثلاث. حليت منيح على دكتور. لا تناقشنيش. ما متأخر وجاي تناقش؟ دكتور مش متأخر، انا هم مسكرين الباب. قد ايش تعبيدك؟ 10 ونص. تليفونك برينج كمان والساعة 10 ونص. ما بسكر دكتور. انا قد ايش مرة قلت لناس يدخل بعدية؟ حكيت كثير. أقعد. ماشي. خذ ورقتك. علاماتك ترفع الراس خذها. مرحبا. صبطت بحكي لي ثلاثة وثلاثة. إيه. هذا هون. أهلا. وأنت نازل عندي؟ دقيقة دقيقة. يا هلا. دقيقة. المهم طبعا الأفرج. أيوة. والله يا هلا بيك. شلونك حبيبي؟ يا الله. إذا قلت لك 100 مرة بدون بوسة صح؟ يا من الدقش انت الثاني. قدها انت؟ انا قدها. برسمك من مادة صار لك 9 سنين بتعيدها. دقيقة بدرن لك علي. لا خلاص بترنش اسم انت. بمزح معك. بمزح معك. بمزح معك. بمزح معك. الدكاترة الاخر زمان. قديش رقمك؟ انت لازم تكون حافظ. انا احفظ رقمي كمان. انت من اول ما دخلت الجامعة ب 2001 كان رقمك 9. ومش معطيك اياه. قديش العلامة؟ ثلاثة. وانا عارف واصلة. واصلة. يلا يا سيدي. المهم. طلعت ورقة. زوكا. وين زوكا؟ قلت لها هي بتوكل. توكل؟ اه. وين بتوكل؟ بالمكتبة بتوكل كتب أعلى. ما شاء الله 30 حقها تغيب عن المحاضرة وما تحضر كمان. والمشاركة 30 بسم الله ما شاء الله، الله يحفظها لها. يعني زيي. أكيد أنت. لا أنت دولة. أنت بتصرف على الجامعة. حبيبي. مشروع أقول 30. الامتحان الجاي من صفحة واحد لصفحة 1001. تمام؟ لا دكتور شو 1001؟ شو كثير المادة؟ دكتور احنا بصفحة 100 وما نجحنا، كيف بدنا ننجح بصفحة 1001؟ تحكيش انت من هالخير. تفضل يا أم شار زهري برا المحاضرة. دكتور كثير ال 1001 يعني ما احنا عارف ندرس. اسمعني عشاني عشاني ل 500. عشانك انت 500 والباقي حذفينك بصفحة 1001. ليش حبيبي؟ يعني انا راح ادرس؟ مش مشكلة. المحل دكتور شوف. احتحكيش لا اطلعك برا. دكتور هيك بزبطش. روح اسقط المادة. تعال روح اسقط المادة. ما بتسقط دكتور. البحث بدي اعمل بحث. انت معفي من البحث طبعا اوكي؟ لا كنت قايل لي اعمل بحث. انت حافظ البحث من 2009. البحث 400 صفحة. بخط الايد. ومفهرس. بالارقام. بيراجع لأربع مراجع.
ودقيق، لو اشوف خربوشه يروح يسقط الماده احسن ولا يسلم لي. تركتي 400. تعال خذ المحكاني، اعطي مكاني. شهاده الطب جبتها من اوروبا بتعبي. فيش غياب. خلصت المحاضره. يعطيك العافيه دكتور. يسلموا. الله لا يعافيك. على راسي حبيبي. لو زي ما قلت لك A بلس توكل على الله. يا زلمه A بلسين ولو شو؟ شو؟ أنا هذا التيك توك شو أنا مظبط 33 بحكي لي شوف؟ إلك الله سيدي شو؟ قديش أنا فيتامين واو بجيبش على مال فيتامين واو الحمد لله تمام مش عارف بيجي والله شو بدك تشرب غماس داك؟ ايش بدك تشرب غماس داك؟ ماشي انا كنت جبت لك بسكوت ايش ابو حميد؟ يسلم ايديك معك الداحه اكيد بجيب لك كل بجيب لك الداحه هلا نشتري لك يلا انا عزمتك على سيجاره والله راسي هات رقمك يا انت كمان خلص خذ اعطي رقمي انا انت بتاخذ رقم مترن علي مش ماما رصيد اعطيه بسرعه اسمع دقيقة درن على الدكتور رن رن يحكي له 33 اللي يظبطني الو البنت من الإشار زهري هاي وانا راسبي سلام طب وانا محمد انا سميني انت تبعتيني البسكوت خليه يظبطني بالله عليك 33 خلص مالي خلص عندك موضوع كم تنزل لي المادة خلص خير وحش حبيبي والله انت زبطني خلص ابشر ابشر ما عليكم كم جبتي انت؟ انا واحد انا على واحد صار دكتور بجيب مالي خلاص عندك خلص يعني اخر السنه بدنا نعطيك اسمائنا لا 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 انت راسمي خلص انت انت موضوع طب ليش السبب ما كيش رسمي تترني على البني ادم انا بعطيك لك خلص خلص اسمع خلص خلص ضيعتوا لي وقت صراحه طب تعال كل اشياء خلص خلص صبايا اسمع وخلص موضوعنا عنده خلص مبين انه راح يظبطنا وراح تنزل الماده ان شاء الله ايه يلا نشوف خلص بلا 33 بلا غير وهي اللي بدي ايه يلا باي صبايا اكد عليه خلص مالك وباي باي مروى شو بتعملي؟ بحكي مع محمد ايش؟ ومحمد ايش بتعمل انت كمان؟ مش فاضي انا شو بدك فيي؟ ايش بتعمل وكم لازم ندرس انا بحكي مع مروى انا مش فاضي بعتلي يا محمد الرابط رابط ايش؟ رابط المسلسل طيب يلا هلا ببعث لك اياه بس عندنا امتحان ادرس لحالك احنا محمد حكى لنا خلص خلص محمد حكى لنا الموضوع عنده كتب اسمه هذا لسه بالبني ادم لا ما رسب نجح ايه محمد ولك وين؟ يا اسمال وين؟ شو اخبارك؟ وين؟ ايش شباب كيف؟ ندور عليك مش لاقينا اقعد اقعد ولك وين مختفين؟ والله هنا من نتع الحياة يا سيدي الله يقويك بس شو صار معك يا زلمة؟ انت دبرتنا واختفيت شو؟ اي بلس وعندي والدكتور هذا انسى موضوعه ما تدرسوش وطشوا انتوا تعوني يا زلمة يا زلمة اسمع دقيقة هسا الدكتور تعرف طلع فتيشي ليش ماله؟ شو متيش انا واسطه انا واسطه اطلب يبلس طب واحنا طب وانا اللي غصبت 33 وقلت لي موضوعك عندي وبحكي مع الدكتور وبظبطك وخلاص شكرا لك طعميتك اياها ايه هذول يعني شوكولاته طعميتك شوكولاته انا هيك راس من حكيت لك انت راس خلص انسي انت خليك على جنب طب وانا استني استني خليه يرد خليه يرد خليه يرد الو يابا لا طب ماشي ماشي شوي شوي بس شوي شوي أمانة أمانة شوي بس خلينا أحكي خلينا أشرح طب أنا أرد ذيك المرة بدي أرجعهم ماشي طب خلص تكرم زي ما بدك خلص راح يرجع والله والله وحياة الله هين جبت الكتب كلهم جبت الكتب طب ما أنا بالمكتب يا رجل بس ليش أقول طب خلص هاي هين معه هين معه سلام سلام شو بده؟ شو بده؟ يا زلمة مش عطاني 50 ليرة وبده رجع له 50 50 50 وايش تعمل فيهم؟ اشتري فيهم كلهم تعال يا زلمة خذ 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 هات في كم من ملخص بعطيك اياهم هات اسمع هات كمان عشان اقول له طلع 60 ليرة هات هات 50 هات اعطيني 50 هات 50 50 شو يا 50 يا زلمة ضوء خلص اختصروا بعد لا 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 خلص يلا قوم على الكافيه على الكافيه على الكافيه رجعتي بلا هم رجعتي بلا هم يلا شيل شيل هدول او خليهم بدناش اياهم خليهم خليهم اسمعي خلص خلص خليهم انسي تعال من هون خذ منه 50 دينار الله يعوض
اما شو طلع من الاخر؟ مش مهم المصاري، المصاري تروح تيجي، اهم شيء الصحة. اكيد عرفتوا فكرة السكتش عن ايش تي؟ عن القراءة وعن الواسطة. صحيح واسطة، بس بطلت تشتغل. حتى بنروح على الدكتور بتصير نروح نهاوش عليه، ليش رسبنا؟ ما احنا ما بنفتح الكتب، نص الطلاب بالقهوة عندهم فهد بيضيعوا وقتهم. عمره صاحبه مع الزلمة، عمره 70 سنة، قرب يموت، حلوا عنه. اغلب وقتنا على الفيسبوك والواتساب. حتى الواحد لما صار بفوت الحمام بينزل منشور يشعر بالقلق مع خمس من اصدقائه. ولما يكون بالقهوة بنزل سيلفي وارجلتي خلفي. حتى لما يروح على الباب يروح يلعب الكتاب في الطول. حتى اذا فات على المكتبة بتلاقيه فايت بالغلط. احنا الشباب بنضيع نص عمرنا الاول على القهوة ونص الثاني على الفيسبوك. اجى دور البنات. اخ يا البنات. البنت بتضيع عمرها الاول هي بتحط مكياج، نص عمرها الاول بتحط مكياج، والنص الثاني برضه بتحط مكياج. خلونا نكون واقعيين منطقيين بغض النظر عن الشباب وبغض النظر عن البنات. اغلبنا بيفتحش كتاب بالمرة. لا شعر ولا ادب ولا روايات ولا اشي بالمرة. حتى الجرائد بنفتحوهاش. بنجيب الجريدة بنفردها بنحط الاكل عليها وبناكل بنرجع نجعلك الجريدة وبنكبها. هذا رأي انا ومحمد ورأينا نحتفظ به. هسه نشوف اراء طلاب الجامعة الاردنية، خليهم يبدعون. رايكم ليش الطلاب ما بيصيروا؟ لانه اول شيء بعتبروا انه ما في وقت، ثاني شيء كل شيء صار اونلاين، فاحنا ليه نمسك كتاب ونقرا؟ فكره انك تمسك الموبايل وتقرا عليه هي اسهل بكثير مما انك تحمل الكتاب، فبتحس بعبء. بس ممكن يكون المرجع للكتاب افضل من اكيد طبعا، بس انه الناس ما بتشوف هذا الشيء، بتشوف انه مثلا تفتح على الانترنت انت بتلاقي اللي بدك اياه. قله المطالعه وهم ما بيعرفوا انه شو معدل الواحد لما يقرا شو بصير، ما بيعرفوا هالشيء. والله شوف هم صلهم 12 سنة بدرسوا، قرفوا إشي اسمه دراسة، يعني ما ظل قرفوا إشي اسمه علم كامل. سبب ما تحب القراءة، سبب واحد إنه غياب المتعة بالقراءة، حس في أشياء فيها متعة أكثر مثل الأفلام أو المسلسلات، فعند غياب المتعة فما راح يبحثوا عن الفائدة. تقرأ يعني لأنه خلص صار في أشياء بتغني عن هذا الإشي، يعني ممكن يكون في عنا المواقع الإلكترونية، المواقع التواصل، هاي فيها أكثر يعني معلومات ومش بحاجة لأنه الواحد يمسك إشي ورقي يقرأ يعني. لأنه ما عندنا وعي من البداية إنه نقرأ، مو مزروع ثقافتهم من هم صغار كلمة أقرأ. الطلاب لا يقرأون لأنه هناك بدائل كثيرة عن الكتب، يعني حتى وسائل التواصل الاجتماعي التي ظهرت يعني أصبحت تحد من ثقافة الطلاب ومن يعني اتجاههم للقراءة، لأنه إحنا أصلاً ما تعودنا على هاي القيمة من إحنا صغار. هي أول سبب. ثاني سبب بعزي لأنه كتير في بدائل زي وسائل التواصل الاجتماعي من فيسبوك وإنستغرام، هاي القصص كتير مشغول بال الطلاب. بشكل عام المواطن العربي هو لا يقرأ. صار في دراسة لليونسكو سنة 2000 إنه معدل القراءة أصلاً معدل القراءة للمواطن العربي لا تتجاوز 6 دقائق بخلال 24 ساعة، أو كتاب 200 صفحة ما لا يقرأ أكثر من ربع صفحة. الإنسان العربي لا يقرأ لوجود خلل حقيقة في العملية التعليمية المكونة من الكتاب والطالب ومدرس والمدرس، فلذلك علينا أن نغير بأسلوب التدريس. في آراء متشابهة وفي آراء كثيرة مختلفة، بس هسه احنا بدنا نوصل لحل بسيط اللي هو كيف اقنع الطالب انه يقرا. نشوف اراء الطلاب وكيف طريقتهم عشان الطلاب يقرأ. برايكم كيف ممكن نخلي اللي ما بيحب القراءه يصير يحب القراءه والمطالعه ويصير يقرا روايات وكتب وثقافيه سياسيه؟ يعني بشوف ايش الموضوع اللي بهمه وبجيب له كتاب منه وبحكي له انه لقيت اشي مثلا من هواياتك او اشي، جرب اشي جديد انه اقرا، انه بعد اهدي له كتاب فازع داخلي منه هو اذا حب يستطلع ويدرس يستطلع، بس طول ما هو ما يسمع شباب ما بيدرس ولا بيحكي عن فاكيد مش راح يكون جواته فازع حتحكي له انه يدرس. بدهم يتثقفوا رواياته زي هيك، هذا بده يكون اراده من عنده من جوا، مش شرط واحد يحصل على شيء، ما بده زي ما تقول بدك تكون حاطط له شغله فيها تركز. يقرا شيء او يعني يستمتع بالقراءه لازم يتوجه لميوله او للجانب اللي بيشبع، يعني الاشياء اللي بتغنيه عن المحيط تبعه ويحب يعني يقرا فيها ويستمتع. ما بعرف كيف اقنعه، بحكي له جرب ما راح تخسر شيء لما تقرا صفحه. يعني ممكن اني احدث الطالب الذي لا يقرا عن فوائد القراءه او ما هي يعني صفات الطالب الذي لا يقرأ، الفرق بين الطالب القارئ والطالب غير القارئ. مبدئيا بقنعها بالقراءة لأنها كثير مهمة وبحكيها عن فوائدها، وممكن أنه أهديها كتاب بمجال هي بتحب تقرأ فيه. لما نصبح أمة منتجة
يمكن لكل أن يقرأ. بد من تعويد الطلبة منذ الصغر على جعل القراءة من ضمن العادات المحببة لديه، أي أن نزرع مثل هذه القيمة منذ الصغر وليس في مرحلة جامعية متأخرة. اللي موجود فيه من تعامل بعض الطلاب مع القراءة والثقافات، وبرضه آراء بعض الطلاب والدكاترة بموضوع إنه ليش الطلاب ما بيقرأوا وكيف نقنعهم إنه يقرأوا، وبرضه أساليب بعض الدكاترة بالمحاضرات تعاملهم مع الطلاب. طبعاً أنتم فاكرين إنه هذا الشيء معمول مع الكل؟ طبعاً لا، إحنا عم نحكي عن عينات موجودة بالجامعة وآراء مختلفة إحنا ما بنقدر نتحكم فيها، وكل حدا عنده رأيه. بس بالنهاية نتمنى إنه تكون وصلتكم الصورة اللي إحنا بدنا إياها والأسلوب اللي بدنا إياه يوصلوا لإلكم، وبنتمنى يكون عجبكم الفيديو. وشكرا كتير لكم، يعطيكم ألف عافية.